هيكون عن العيد تقريبا يلعب عليكم كلكم، مش العيد هو ولاد ما عمري يوم عيد ميلاده. فان شاء الله ما تنسوا اللايك والكومنت الحلو مثل يكون وكل شيء نفس اللي بقوله دايما. فمثل ما شايفين لابسه فستان ابيض من هون، فلاني عم جمع مصاري اجيب سينه هي واما بنت صغيره طلع بالمحل كيف عم تنول. انا طبعا قلت لكم انه انا جبت ارنب على البيت، ام قلت خلص هرجعه وطلعوا المصاري جبتون الف، لا مش الف قصدي خمسة عشرة أربعين دقيقة حسبتهم وطلعوا 26,000، ويعني يمكن اشتري الام لبسينة فانطر دقيقة. فمثل ما شفتوا صوتي تغير، نحن ما غيرت ثيابي بعد اللبس نفس الثياب. ان شاء الله لما اجيبه بعمل فيديو معكم وانتم مبسوطين كتير مثل ما قلت لكم قديش المصاري. ف هلا يعني نشوف شو بدنا نعمل. فانا دارج ربع من البرندة شي، فمثل ما شايفين جبت تيحة شمشمو مثل ما شايف. مثل ما شايفين تقريبا مبينين طبعا عنا بنات. فما بيعرف يربط الشعرين، اول شي بتجيب الشكل هيك بتجيبهم كلكم ابعد هيك. إذا بدكم تتركوا الحقيقة تفلتوهم هيك مثل ما شايفين. فهيك أنا بحب أربط شعري. فان شاء الله بالمحل بعمل فيديو انا وياكم سوا، بنفوت على المحل بنجيب هديك لبسينة هيك وكذا وكذا. ارجوكم الفيديو ما تنسوا لايك وشير والكومنت الحلو مثلكم وهول الاشياء. يلا باي.